السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى على قناه سميتو فلوس. نتمنى يكون نهاركم داز مزيان. نشوفكم على الحلقه ديال اليوم، باغا تكون جد شيقه. الناس بطبيعتها ما عزيزش عليها ضعيف الشخصيه. هاد الراجل ما تيقدرش ياخذ القرار، هاد الراجل ما تيقدرش يعبر على الراي ديالو ولا يدافع عليه، ما تيقدرش يواجه الاخرين. هذا قررت اليوم باش ندير هذا الفيديو ونبدا الراي ديالي على حول معالجه الضعف ديال الشخصيه. لهذا الشيء خص الشباب ديال اليوم يرجع شويه للواقع ويبعد من الوهم، حيت بزاف كيتسحب ليهم ضعف من الشخص في الشخصيه هي الا ما قدروش يوصلوا لواحد الطلب معين ولا يحققوا واحد المقصد. لهذا الشيء كنقول لكم هذا الشيء كامل راه غير هواس منهم ومبالغه اللي تتخليهم يدوزوا من وهم الامراض نفسية اللي خصهم يعالجوها، اللي خصكم تعرفوا وتفهموا باللي راه الواحد يقدر يكون قوي شخصيه في واحد الموقف ولا في واحد البلاصه، ومره اخرى ما تيجيبش الله، ما تيلقى ما يقول، ما تيلقى منين يبدا، باش تعرفوا باللي هاد الظاهره راه نسبيه وما كاينش حد ديال ضعف ديال الشخصيه. ولكن كاينين المظاهر وعلامات اللي كتخليك تعرف باللي راه عندك خلل في الشخصيه ديالك وخصك تعالجها، واللي هي اولا الانسان ما تيقدرش ياخذ قرار واخا الامور كتكون معلقه بالشخصيه ديالو. ثانيا الخوف او لا يحشم يهضر قدام الناس او لا معاهم. ثالثا الواحد ولا الانسان ما تيقدرش يتحكم في العواطف ولا المشاعر ديالو، تيبقى غاتبها حتى تتخرجوا في حاجه ما عرفتش شنو، وتينساو وما تيعرفوش العواقب ديالها. كثرت الشكوى وهي ربيع، كثرت الشكوى الشكوى الله، خصو غير فين يلقى شي واحد باش يعاونو في شي حاجه واخا شي امور بانال بانال الله ما نكذب عليك. خامسا التقليد، التقليد عام، خصو غير فاش يقلد الواحد في حوايجو في لباسو في هدرتو في مشيتو. هادي بعض المظاهر ديال الضعف ديال الشخصيه واللي كتجي من عوامل بزاف، ابتداء من العائله ديالك والبيئه فاش كبر كل واحد فينا، وهادشي راه حصاد عوام وماشي ما بين ليلة ونهار، وهي اللي كونات الشخصيه ديال كل واحد فينا. دابا صراحه هادشي كامل كيبدا من التربيه ديال الوالدين، الله يسمحنا من والدينا كيفاش رباوك وكيفاش كبرتي وكيفاش طاطاو عليك وكيفاش ديك الفشوش والدلع والشالينيه بابا ديال الوالدين هي اللي كتعدم الشخصيه ديال الانسان وما كتخليهش يعتمد على راسو ويزيد لقدام. اولا كتلقى شي عائلات وحدين اخرين ولا شي والدين الله يسمحنا منهم حتى هما مزيرين الصمت، ما تخرجش ما تدرش سكوت، انت تيقمعوا الطفل ما تيخليهوش يبدا الراي ديالو، وكينساو بلي هادشي اثر في النفسيه ديالو. ما تيبانوش النتائج دابا، يعني من بعد تيكبروا معاه داك الخوف والسكوت وما عندكش الحق وكنت حشم. دابا اجيو نهضروا على كيفاش نقدروا نتخلصوا من هاد المشكل ولا هاد الظاهره ديال ضعف الشخصيه. اولا كثرت المطالعه والقراءه وهي اللي كتنمي الفكر ديال الانسان وما كتخليهش مقلقع على راسو، وكتلقاه فين ما جيتي داك الساعه يدوي معاك. ثانيا نقطة مهمة هي خص الواحد يشد الارض ويجلس غير مع راسو ويحاول يكسب النقاط والضعف ديالو، ويحاول غير من نور راسو يعالجها غير بشوية. ثالثا تحاول تنمي بزاف ديال المهارات اللي غادي تعاونك باش تمثل نفسك مزيان قدام الاخرين. رابعا حاول تجتهد وتستغل الفرص اللي كيجيوك، ومنها تخدم بزاف ديال الاعمال مختلفه ومتنوعه اللي منها غادي تربح خبره باش تواجه المجتمع، و الى جاو هضروا معاك يلقاو عندك اخر ما غناتهم وكلتهم. خامسا وهي ضروريه واللي هي خصك تحدد الاهداف ديالك في هذه الحياه. سادسا وما حشمتوش باغي انت سادسا شاركوا معنا في قناه ميكس فلوكس. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم.